في طعم قرفه، نحب القرفه. انا ما احب القرفه. الله يقرفك. هذا واحدة فيكم بتفوز. يا الله حسيت اني تفشلت. قاعده اصور عشان انتم تبون تجهيزات رمضان. هذه تجهيزات رمضان كرف. بعدين معيشه هاي. صباح الخير. بكره لا اليوم خلاص، اليوم السحور، بكره رمضان. كثيرين في التعليقات يكتبون ورينا تجهيزات رمضان. اصلا مو كثيرين يعني، بس اثنين ثاني انا اشوفهم كثير، بس يعني راح اصور اللي اقدر عليه. فاي اللي استخدمه ده قل له قولوا لي شلون. اللون رهيب كذا، ريحه العناء. ايه مكتوبه صنعناء. ابذوق واقول لكم الطعم شلون. احس يحمس انك تشرب مويه، يعني ما له طعم غريب بس حلو، بس توقع انه له فوائد. يحلي البشره، يصفيها، يعطي نضاره. ده اللي قالت عنه، وهذا اول تجربه. قبل شوي خلصت، قاعده ارتب اغراض رمضان، بقي بس امسح الدواليب من برا. رتبنا الصحون كل شيء يعني. هو انا ما صورت بس عشان انتوا طلبتوا انه وريني تجهيزاتكم، راح اوريكم اللي اقدر عليه. احس ان محتواي برمضان راح يكون ناس محترمها، يعني احاول اعيشكم الجو مع تجهيزاتنا. شوف قطتي قاعده تساعدني. يونيو يلا امسكي امسكي امسكي، يلا مسحي، مو تاكلينها، مسحي مسحي مسحي. امسح وارجع لكم بعد ما اخلصها. شوف كيف قبل، راح اوريكم بعد. انا ما ادري ليش قاعده اصور، بس قاعده اصور عشان انتم تبون تجهيزات رمضان. هذه تجهيزات رمضان كرف. ولا بعد وراي دوام بعد شوي، بس قاعد امسح عشان يعني بالليل اطلع. تو ما بديت امسح الا دولاب واحد، واحس خلاص تعبت، او احس اني راح اوقف وارجع بالليل اكمل. نرجع كوبنا لان احنا شاطرين، ونروح نتجهز عشان نداوم. برجع مسحكم بالليل. الله، من دخلت الجامعة ما عرفت السعادة. اي والله، هنا بعد الجامعة مقبرة الشهداء. يوم البؤس العالمي. ليش يا بنات ليش؟ خليكم سعيدين. تبين ايش؟ وين هي؟ الله يهون عليك. يتكلم على الدكتور. الله حسين. المفروض تكون يوم السعادة العالمي، لكن صار بأس كل شيء. أنا سعيدة لأني بتخرج، هذا أنا كتبتها. سو مرة حبي أنا. دقيقة خليني أحط. حاولت تكتبين. إيه؟ يا الله يا الخط. لأن إيه؟ راتن بس. إذا. لا تنبس. لا تنبسطان. اذا انت خبرت. نكرهم. اذا ابتسامتك مو حلو. لا تضحك. شدة. حرام. ليش؟ احط شدة. لا حد يضحك، بس هنا. يهام. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. معاكم سهام تطلع في التلفزيون. معاكم سهام يلا الحين جالسين فعاليات وكذا يعني نلون. الله والله قليل عدد سارقين الكتاب، ماخذين الألوان من شنطة البنت وهي موجودة. يلا عادي فدانا، حليمة بتنصرع. يعني انتم راح تشوفون هذا الفلوج برمضان، بس الان لا، الحين مو رمضان يعني. فعاليات تجهيزات رمضان في الكلية. ايوه دخل ما ادري، بس شوفوا قاعدة قهوة. بالله من اللي ما يحب القهوة السادة؟ لا ما تحبها. ايام القديمة. والله العظيم لذيذة. بس والله هذه فعالياتنا لليوم. شوفوا بنات جابت لنا كوكيز.
الله الكوكيز طعمه مره كيوت كيوت بس انه طعمه مو مره حلو. شكل ارتحت لكم. نبي شيء حق رمضان. اي لا ما ادري. ايوه هذا شبابيك. تبونها؟ تبونها؟ دور شيء ثاني يمكن نلقى مسجد. اختي عادي. زبدة نستخير ندور شيء نلونه ونرجع لكم. هذه لوناها انا وبشاير اساس من يوم التأسيس وكذا، هذه حقتي. يعني ما ادري ايش من ذنب ارتكبت عشان ربي رزقني بهالذوق. شوفوا الالوان كيف. الله هاي حقتي، هاي حقتنا. بطلعك بالتلفزيون. ليه؟ وانا على حق يدي شكله تحت. ليه هنا في احمر اللي ما في؟ متى وشين الساعة؟ يا ولا سام حقي يا ولا حقي. لا هي طلبت توت. انا طلبت توت. يا الله يا الله والله انا انسانة فضولية. حتى كمان بتاكل معي. ايه شفت كيف من كرم. حطيها كل شيء من اجل الصورة. جوالي لسه الجوال معلق. لا رجع رجعي. حطي خليك على الجوال. الله الحين صارت بيرفكت. هي زي ذي ما ادري وش. لا مو بحقيقية. لا حياتي بعدين ديك. لا اصفق سام. لا اليوم اسمع اليوم ترى مو رمضان. رمضان لا احنا بننزل قبل رمضان. بننزل مطعمين بننزل بننزل البلوج في رمضان بس انه دا مو رمضان. اخر نهار رمضان يا رمضان. هذه انا رسمتها مرة روعة. يلا يلا ناكل. دقيقة دقيقة. يا ليل كيف الحلا؟ الحمد لله. هذا الوجه صراحة متى قصدك هذا الوجه؟ بس قصدك هذا؟ اوكي الفهاوة حقتي وجهي شرعية من الغزة. الله في طعم قرفة. انا احب القرفة. انا ما احب القرفة. الله يقرفك. هذا ربي يشغل بالعصفور. والله يعني الحلا مرة لذيذ مرة روعة. سهام وشو؟ سهام وشو؟ لا روح انا شفته. سهام وش؟ يلا عيدي وش؟ في واحد كان ابوي يعلم السوالف. ايه المهم هو صغير قال له جاء عند لفك يقول كبر كبر لفك يقول الله اكبر. انا شفتها عرفت عرفت المقطع. في واحدة هذا كبا مرة كبير. خش ما دخل. احسها طاسة مو بطوب. حقة الشرب. تعالي قربي. هذه قالت ما بقى ما بقى وتبى تاكلها. المقصد شافتكم ولا الجوع ما من جوع؟ بس ايه صح بس حلني حلني ما سويت تسوي كذا بس حلو بس انا اكس يلا بس شاشة اصلا ولا واحدة فيكم بتفوز. شدي غبية شوفي ولا واحدة فيكم بتفوز. فاز نبدا عن فهمتي. وقولوا عن جماني كريم. شوفوا قاعد اعطيها من جهتي اعطيها من جهتي. لا اعطيتها كلها والله. لا والله رد كريم. لا ماني كريم برد الشاي بس كذا تساوي خلاص. يلا خذي راح تجيب لي ثلج. اعطيتها قهوه عشان تجيب لي ثلج يعني تبادل. دواقه دواقه حتى وقت بتنتهي. هذا الكوكيز صدق مو كوكيزي صح؟ صح. يا حيوان طب دهيني. قاعدة تاكل على حسابي. على حسابي. على حساب مين؟ تاكل على حساب عمتي. لا لا البزر اللي تاكل. بركب زينة رمضان. لايك لو حد خايف. يبي له شو اسمه بطارية كبيرة ومجاجة صغيرة. يلا نبلش.
كلها بطارية صغيرة، يعني I think شكل إنه ما في زينة رمضان. لا الزبدة جايبين هذه مرة طويلة بس ما ندري وين نحطها. I think إنه راح نحطها هنا. عينكم على جوجو بس. جوجو أهلا رمضان. أخليها كذا ولا بدون؟ بس أحس شكلي راح أحط هذه. جوجو هاي. هاي لا تنحرقين. انزل انزل انزل. المفروض نركب هذه بس بعد ما لها بطارية، وهذه بعد بس ما لها بطارية. قصة قصيرة حزينة. خلاص خلصنا تصوير، يلا نطفيها. رايحة اجيب لها كل قدوة. وينك؟ افتح الباب. الناس يروحون يشترون اغراض رمضان، احنا عشان ندلع القطاوة. هلا يا ربي. كيوت 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 كيوت. ايش رايك بالعباية؟ حلو طبعا. ايش كذا قماشة كنا حق كنبات حق ستارة. بالنهاية حق ستارة تكون. والله العظيم قماشة الناس قبل اختراع جبر الخواطر. يا انزلي تشوفونها بس. برتقالة انزلي. السيارة تتحرك وهذا حر طليغ طليغ. اوكي هذا حر. اخاف يجي من تحت الكرسي بعدين تدوس عليه بدل ما تدوس الفرامل. ايزي شوفه. ها عادي انا ماسك هذا. طب هو اخاف يجي من هنا من تحت ما حيجي. لا برتقالة اجلس مكانك. استودعتنا الله. تشبث صح. يلا تعال. يوم ما طاحت القطوة شفتي جات من تحت. انتبه انتبه. يوم استودعتنا الله. هاي تبي تدوسين عليها. وقف على جنب. اي وقف على جنب خلينا نطلعها. يوم شوفي وين راح. عندي شغلي في فلان. وقفي جنب. واو اصبري لا تسلي. ايه بعد الجوال. سوري هنا في ساهر. اي والله جاء عندي. قلت لك انت بتدوسينه. استودعتنا الله. شوف القطوة المقفرة عند الفرامل. وقف 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 على جنب. وقف على جنب خلنا ناخذه. وانا اقول لك يا حبيبي شوي تمسك تمسك تشبث تمسك. اي بسم الله. افلح ورا صح؟ راح ورا. ايوه تعال. لا تعال عندي. شوفوا هذا هو سكنا. هاي حبيبي لا تروح عند ماما شوي. ريمان لا مو لازم. تو ما جه الحب الحين عشان تحطه في حضنها. خلاص خليه خليه. بس يمكن اسافر بخليه عندك. اهم شيء نشتري ترابهم واكلهم لانه خلص. اكلهم انتهى عندي. خلاص باقي شوي انا. كان عندي برتقاله لمده يومين. امه تخلت عن الفاشله وخلته عندي. والحين رجعت لها. كان يلعب مع بنتي تخيلوا طول الوقت قاعد يضرب نجمه. كل الادب هذا. مع ذلك انا احبه. كيوت 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 كيوت. البوسه ولا يا الله. انا ماني مسؤوله عن صوتي اذا شفت شيء كيوت. مره ماني مسؤوله ماني مسؤوله ماني مسؤوله. يا لبس هذا. الله شوف الاشارات حبيت. هاتي الناس. الزبده. وصلنا الى وجهتنا. يلا ننزل. اوه حبيت الجو مره بارد. الحمد لله انا لبست العبايه الشتويه. Let's go. يلا يا ماما. ايش فيهم كلهم مصدومين. يا الله ايش فيهم. وين اكل القطاوة؟ جايين عند حق القهوة نقول وين اكل القطاوة. حلوة ذي. وين؟ حرفيا الناس يجهزون لرمضان. خلاص بكرة رمضان. احنا همنا قطوتنا. صدق كلنا على هم سرق. احب تجهيزات رمضان. الزبدة حصلنا
الليتل بوكس حق القطوة والأكل. ليش هذا بس؟ أنا ما أبغى هذا، أبغى الناعم. أبغى الناعم اللي ينشال، عرفتي؟ هذا حلو، هذا بس حجران. لا هذا مو ناعم يا أخي، أبي هذا اللي إذا يعني شو اسمه؟ حقه نفس كذا. لا حقا إذا يعني غضت حاجتها يذوب. طيب يذوب إيه، هذا يذوب إيه، نفس حقنا صادق. والله ما أدري بس ولي. أوكي آه. يا الله أغراض القطوة أغلى مني ومنك. والله يا جماعة أنا ما أدري إذا هذا يذوب ولا ما يذوب، بس رح ناخذ. باخذ ليمون. خذي تفاح. أيوة في هذه. أيوة حلو أوكي. المشوار الأول دن، المشوار الثاني نروح نتسحر. إنه أمي طابخة بس لعين، نبي نتسحر برا. نتسحر إيش؟ شاي. شاي؟ صدق تبي شاي؟ ودي أقول على حسابي بس والله إني مطفرة. تبي الوحدة شاي نانا؟ هذا يبيع أحلى شاي بالدير اللي أنا فيها. ما نفتح الأجواء رمضانية ولا أحلى. يو استدعتين الله ريما، لا يجي قدام. المشكلة خايفة معي شاي ريما، انتبه للطريق. يا الله يعني بالله انا اسوق تبني انتبه للقطة يصير حتى لو ماشي ما احتاج. لا بس اخاف يجي تحت. يما احنا في خطر. بعدين لعبي بعدين ترى يمكن ريما في سهر ولا شيء، وقف على جنب خليني امسك. والله يا سهر يلقطني على ايش ولا ايش؟ ريما بعدين معي شاي. اقعد يا بثر شوي اقعد. مياو. الزبدة انه ايش جالسين نسوي هنا؟ قاعدين ننتظر الطلب. الطلب لسه ما جاء الان واحنا ننتظره. بس والله سوكر عام انتم بخير، رمضان مبارك عليكم جميعا يا رب. With a twin. Say hi. انا بتسحر شاورما واشرب شاي، فقدا بروح اخذ لي عصير واحس المعده. اوكي المعده تطلب النجز المعده زينها محمد. بس قبوري نحن هنا يا ليل. المفروض خلاص اذا البنت دقت بوري يجون، صح ولا مو صح؟ عندك بوري يجون. شوفوا ان بنات خلاص ما راح انزل، صح ولا مو صح؟ ما ادري ان شاء الله يجيبه. بس في النهاية أنا بطلع عجيبة. يا الله يا غفالة حقي شيء. في النهاية أنا اللي راح جبتها. أوه يا روح. الأسلاك يا جني أنت تقفلين. دقيت راسي مو برا. هايا صاحب المطعم ما جاب لنا الطلب. من جد حطه كذا رماه عند الباب يعني يلا تعال خذوه. إلا الذوق. عن جد إلا الذوق. الفاشلين جينا نشتري بهارات. المشكلة جينا نخلي الرجال نبي نقول بابريكا قلنا باربيكيو كاتشب. جيت هنا اشتري هذا الماما الزبدة. يا جماعة تفشلت مرة تفشلت. شفت واحد جالس على الدكان قلت له محمد هذا كم؟ احس بالجرع. رجعت له مرة ثانية. تخيل اللي قلت له مرتين فيني فاهم يا ربي بموت فيني فاهم مو طبيعية. قلت له محمد هذا كم؟ قال لي ما اشتغل هنا. بعدين لفيت رحت اخذت الادارة على كل المكان رجعت بعدين قلت له محمد هذا كم؟ قال لي ما اشتغل هنا. المرة الثانية. والله يا جماعة ابدا ابدا ما راح اتخطى. قلت له مرتي الله جو الازرق. قلت له مرتي محمد هذا كم؟ قال لي ما اشتغل هنا. بعدين رحت اخذت الادارة رجعت قلت له محمد هذا كم؟ قلت ما اشتغل هنا. تمني اتخطى ربي اسفه بس يعني ما ادري يعني حسبت يعني كذا عامل هنا يعني طقمه كان يشبه لهم نفس اللون نفس حق العاملين نفس لون اللبس فحسيت. يا الله حسيت اني تفشلت. رحنا نجيب هدية لماما بمناسبة رمضان. وردة تاخذ وردة لان ماما وردة.
قاعدين نحط هذه عشان رمضان بس شوف وشها. نشبت جوجو اطلعي 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 يا ماما جوجو اطلعي. الله يجيك جوجو الزبدة قررت اسوي لها تنورة من هذا القماش. القماش يوم القوفة اجلسي. المقص الموديل الحلو جوجو الأمورة جوجو كله من اجل اليوم سوي لها احلى تنورة. حطيت المطاط الحين راح اخيطها مع بعض عشان تصير تنورة. خيط لها التنورة جوجو. جوجو 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 هذه نجمة الحلوة أول رمضان معاي. يا عمري أنا الحلوة ولا قمر ولا قمر. أنت المفروض اسمك قمر مو نجمة. كلها في النهاية تؤدي إلى الأشياء الحلوة. طبعا هذه شغلة برمضان قد ما تقدروا كتروا 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 شوية شكر. كل ما زانت الجلسة سويت كوكي هذا اللي الله اديك مضيع الفجر. كلنا حرق شوي بس it's okay. الله يكتب أجرنا. جاني شد عضلي جوا من المطبخ رائع جدا. صينية بطاطس هو بيأذن وأنا لسه توي أحط الصوص حقي. قد ما تقدر أخلطه. هنا جبنة وقشطة صدق ما أدري هم وش حطهم بس أنا حطيت هذه الأشياء بحطهم هنا. وعلى الفرنج بشيل هذه لأن ماما تبغى نحط لها سفرة رمضان. لا تغيب تغيب أفضل صنف اليوم سبوكة لأن أنا اللي سويتها. أنا حشيتها أنا اللي قليتها. اليوم الطبخ كله كان علي. أنا سويت السمبوسة سويت هذه سويت الكوكيز الحمد لله اللهم أدمها من نعمة. شوفي اختي ايش قاعده تطقطق على الكوكيز حقي. صار من الزواج امين يا رب. اللهم انصحكم على الكوكيز الحجر بشر لكم بالملعقه. شوفوا هو حلو بس انه اليوم هو زعلان ميزته انه يسكر الواحد يموت على طول. صح
هو حلو بس اليوم هو قرر انه ينحرق خلاص عادي خليه على راسه. انت حلوه انت حلوه هو يبي ينحرق خلاص انتش عليك بالهدك. يا الله متقدمة خلاص 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 يا ماما تكسر الصحون. بدينا بالاستعباط الزبدة هذه مرة طعمها حلو. احنا جايبين صحون بس مو قادرين نحطها كاني كبيت عفشنا. محتوى خلاص ما يضحك الكوكيز ما يضحك حلو. اول مرة اشوف كوكيز حلو. الزبدة اننا رايحين المسجد صلاة التراويح بس في كلاب. ماما في كلاب. ماما لا بسم الله. هنا بعد كلب يا ماما. ولدها تحت الله يا رب احفظنا. رجعنا البيت والكلاب ما زالت تنبح. يا ماما بجينا. ماما لو جانا انا بسرد وخليك عادي. طبعا عادي انا اسرد وخليك عادي ما تزعلين. لا امزح والله خليها تاكلني وما تاكلك. امزح يا ماما بس انا ابغى اشوفك. مو انك انا عني لا لا بس ماما يعني لو غيرك والله اسرد اخليه بس انت. انت لا يعني انت غير. نفس الملك رفقه. ترى الوالدين. لا يا ماما طب نفسي يعني نفسي. احنا رحنا صلينا وجينا وانت باقي نايمه. ايش هذا النوم لا صلاه ولا عباده؟ ايش هذا النوم لا صلاه ولا عباده؟ بس هذا النوم. كيفك؟ لا 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 بس اجلسي بس اجلسي لا تقطعين ورد بس اجلسي. انت ورده والله. فناخذ مثال الحين مثلا نروح على باب الملك فهد رقم 79 ميزه هو لازم تكون كنت راح احطها في ذي الفازه بس حس ما تصلح. جبت ذي توقع انها مره طويله فما راح يبان الورد. اهم شيء ان الورد ما يموت بسرعه. شوفوا هذا الكائن لمن هنا كله انكب على الارض. انا نسيت خليته مفتوح ما لقى ابقى معي. اوكي الحين راح نمسحها زي الحلوين.